العالمية أصالة، رحب فيك بالإمارات نيوز. هلا أنت متواجدة في معرض الريم ضيفة شرف، خبرينا عن حضورك. صراحة المعرض ممتاز، مترتب جدا، كل بوث لوحده، فبتحس انه في مساحة الواحد ماخذ راحته، تنظيم رائع جدا، واهم حاجة وجودك ووجود كل الاعلاميين التانيين طبعا. تسلم يا صالة. خبرينا عن اعمالك ومشاريعك وشغلك بالام بي سي. ما زلت في الام بي سي، الناس لسه كلها بتسأل طبعا، انا من زمان هناك، من انا صغيرة لحد دلوقتي مع الام بي سي وشغالين، وعندنا هوا دايما وتسالي، وكمان حتى في رمضان عندنا بث وهوا برامج للاطفال، وزي ما احنا في شيء جديد هلا عم تحضري له او صراحة في حاجات كتير في بالي، في حاجات كتير بشتغل عليها، بس بعيدة يعني عن التلفزيون، ممكن تقول سوشيال ميديا شوية، بما انه دلوقتي بقى ليها تأثير قوي فبقت سوشيال ميديا، فعندي افكار بس لسه يعني مستنية الوقت المناسب. كل التوفيق. شكراً.